السلام عليكم، معكم أمين رياض رماش، خريج من المدرسة العليا للإعلام الآلي سنة 2019. دونك منين نبداها؟ بالك نعاود نبداو كيفاش حتى خيرت المدرسة العليا للإعلام الآلي. دونك أنا جبت الباك تاعي في سنة 2014، خيرت المدرسة العليا كاختيار أول. قبلها أنا يعني كنت إنسان، يعني كان عندي ميول للإعلام الآلي. دونك وقتاش تعرفت على المدرسة العليا كان عندي، كي جبت البوام، كي كملت المتوسطة، كان عندي واحد خو صاحبي، كان هذاك العام وجب البكالوريا ودار المدرسة العليا للإعلام الآلي. تما هذاك العام سمحت بيها وخلاص، انا في بالي صاي تما من سويام للليسي، خلاص انا بالنسبه لي يعني رايح للمدرسه العليا للاعلام الالي. وهذه هي الحكايه يعني بكيفاش حتى خيرت المدرسه العليا للاعلام الالي. الخمس سنوات تاع المدرسه العليا كيفاش نقدر نلخصهم؟ صعيب باش تلخص في دقيقتين ولا ثلاثه، ولكن كي دخلت في السنه الاولى ما كانتش يعني المدرسة كيفاش كنت متخيلها وكيفاش صبتها، مش ما كانتش نفس النظرة. يعني شغل جاني شوية إحباط، يعني ما تجوزتش سنة كما كنت نتمنى نجوزها. يعني ما كنتش إنسان كيقولوا من الأوائل، كنت جبت 10 10 وقيلة سنة في الأس 1 و10 في الأس 2، ولكن هذه ما خلاتنيش نفشل ولا نكون محبط لدرجة أني نحوس نبدل. باسكو كاين بزاف اللي بعد السنة الأولى يحاولوا يعاودوا يبدلوا التوجه تاعهم ويروحوا يديروا ميدسين ولا يديروا حاجة واحدة أخرى، يعاودوا لليونيفرسيتي. أنا كنت مقتنع باللي هذا هو المكان تاعي، يعني برك هذه فترة انتقالية. باسكو كاين دايما احنا كي كنا في الليسي ولا في الثانوية كنا عايشين بطريقة معينة وكنا نقراو بطريقة معينة، ومن بعد كي تلحق للجامعة وللمدارس العليا راه عالم آخر. يعني كان لازم يكون كاين فيه فترة انتقالية اللي هي عادة ما تكون السنة الأولى، وعادة الناس ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع واش راهم يحسوا به في السنة الأولى، باسكو كاع لا بليبار جيهم صعيبة. يعني شغل فوبا الإنسان يفشل. دونك الناس اللي مهتمة بالمدرسة العليا ديروا في بالكم باللي قادر السنة الأولى تجيكم صعيبة، ولكن صعوبة ماهيش من الصعوبة تاع المدرسة. صعوبة راهي باسكو راهي فترة انتقالية، يعني الصعوبة هذيك راح تلقاها في أي حالة في أي مجال راح تسيديه. هذا فيما يخص السنة الأولى. سنة ثانية جازت يعني حاجة، احنا كان عندنا اللي يسميه الكونكور. الناس كانت الدفعة الأولى وين الكونكور ولاو يقدروا يدخلوا معانا المدارس الأخرى، كما باغ اكزومبل تاع سيدي بلعباس، المدرسة العليا تاع سيدي بلعباس اللي تفتحت في 2014. السنة الثالثة يعني تما وين تبدأ صح تقرا شوية انفورماتيك والإعلام الآلي، باسكو السنوات الأولى والثانية راهم سنوات تقدر تقول إعدادية، يعني شغل سنوات تقرا فيهم بزاف لي موديول اللي بالك ما راحش حتزيد تواجههم في حياتك، ولكن هي يعني راح يكون كل واحد على حسب التخصص اللي حيديره من بعد في المشوار المهني تاعو. ولكن كاين امور اللي تقراهم تما بار اكزومبل الالكترونيك ولا اوبتيك ولا راهم لي فوندمون تاع دي دومين اللي قادر زعما انت كنت تتخصص في مجال معين قادر تحققه. يعني شغل كاين بزاف ناس يقول لك انا واش ندير باوبتيك ولا واش ندير بالالكترونيك، انا راني يعني نقرا انفورماتيك. هي مواد اللي لازم يكون عندك اون باس فيها، باسكو انت ما راكش راك مهندس، راك المدرسه تخرج مهندسين. هذه الناس اللي بزاف ما على باليش اسكو ما يستوعبوهاش ولا، ولكن المدرسه تخرج مهندسين ما تخرجش مبرمجين. يعني انت كمهندس كيف يقولوا الهدف من التكوين تاعك انك تكون قادر تحل مشاكل، ما يهمش طبيعة المشكل اللي كاين، انت الهدف تاعك انك تحاول تحل مشاكل. مبرمج بالك يحل مشاكل مختصة في البرمجة، ولكن انت كمهندس لازم تشوف اكثر وابعد من البرمجة.
هذا فيما يخص السنه الثالثه اللي هي جذع مشترك، تقدر تقول تما وين نبداو نقراو فريمون لانفورماتيك، يعني تما وين نبداو نقراو لي باز دو دوني، نقراو عندنا جيني لوجيسيال، واش كاين ثاني، وكاين اركيتكتور تسمى بطريقه معمقه. ومن بعد تجي السنه الرابعه، وين السنه الرابعه تخير التخصص تاعك. التخصصات راهم يتبدلوا يعني كل سنه، تسمى المعلومات اللي عندي بالك راه مقدم. ومن بعد في السنه الخامسه عندك مشروع التخرج اللي تقدر ديره وحدك، ولا تقدر ديره مع ناس واحد اخرين. دوكا ما بعد المدرسه انا كملت كما يديروا بزاف ناس، كملت قريت في فرنسا، قريت ماستر، ومن بعد في السنه هذيك جات الكورونا، تسمى زدت درت ماستر واحد اخر، تسمى عندي زوج ماستر في فرنسا. ومن بعد زدت خدمت سنه في فرنسا، ومن بعد دوك حاليا راني في ايرلندا في شركه امازون ويب سيرفيسز، اللي هي يعني شركه تحت شركه امازون اللي مختصه في الحوسبه السحابيه كلاود كومبيوتينغ. دونك الدور اللي تلعبه المدرسه، ولا اللي لعباته المدرسه في المشوار تاعي ما بعد التخرج، ما تشوفوش انت الدور هذاك، ما تشوفوش لحظيا، يعني كي تكون تقرا تمام ما تشوفوش، ولكن من بعد نعطيكم مثال. في الماستر الثاني اللي درته في فرنسا، يعني الاستاذه المسؤوله عن لا فورماسيون قرات في المدرسه، وتعرف المدير تاعنا، وشغل لو فات كو انا قريت في المدرسه كان عنده دور كبير انها تقبلني، باسكو قالت لي باللي عاده، ما على باليش اسكو ممنوعه ولا مي، عاده انسان اللي عنده ماستر ولا عنده ديبلوم تاع مهندس، قالت لك ما نقدرش نزيد نقبلو انا في ماستر، يعني ما تقدرش تقعد غير تقرا وتعاود. دونك بالنسبه ليها، ماشي بالنسبه لي يعني، شغل عاده حاجه خلاص كملت تقرا روح حوس تخدم. دونك كما قلت لكم كان عندها دور كبير، الدور اللي تلعبه المدرسه الطلبه القدامى اللي كاينين في مختلف انحاء العالم، عاده عنده دور كبير، لان المدرسه راهي تكونت من سنه 1969، تسمى الخريجين تاع المدرسه يعني دوك اكبرهم قادر يكون عنده 70 سنه، يعني شغل شوف بين 70 سنه، من 20 الى 70 سنه، يعني شغل المدرسه راهي في عمرها قريب 55 سنه. كاع الناس اللي تخرجوا من المدرسه في 50 سنه هذه راهم بالنسبه ليك ناس اللي تقدر تتقرب ليهم، الناس اللي عندك يجمعك بهم رابط اللي هو المدرسه. وهذه حاجه بزاف مهمه للناس في الخارج ولا في الغرب، شغل عندهم حاجه بزاف مهمه، وبزاف شركات تصيبهم يستهدفوا مدارس ولا جامعات معينه، باسكو شغل تلقاهم كاع يخدموا في جازوا على هذيك المدرسه ويعرفوا لا كاليتي تاعها حتى ما يستهدفوهم. دونك هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه اللي بالك ساعدتني ونفعتني بزاف من المدرسه العليا، سي النادي العلمي. دونك انا كنت ناشط في السياسو كما يعرفوا، ولحقت وين كنت فيس بريزيدون في سنه 2017 2018، وهذه ساعدتني باش نكون يعني من بعد احنا حاولنا نخليو الرابط بين واش خدمنا من بعد وحاليا النادي العلمي كيفاش راه، يعني عندنا توجور اتصال مع البريزيدون، مع كل بيرو اللي يجي كل سنه مازلنا في اتصال معاه، وهذه تخلي العجله تدور. دونك النادي العلمي ساهم بزاف في التكوين تاع الشخصيه تاعي، يعني هذا النادي العلمي والمدرسه ولي موديول والمراحل تاع لي زيكزامان ولي بيريود، كل حاجه اللي كانت صعيبه وحاولت تتخطاها ونجحت باش تتخطاها هذه اللي حتعلمك، يعني بالك حاجه اللي ما تلقاهاش في اماكن اخرى، هو الكثافه
تاع الناس اللي عندهم بوتنسيال وعندهم إمكانية أنهم يكونوا ناس مؤثرين في المجتمع، راح تلقاهم عادة في المدارس العليا، من بينهم المدرسة العليا الإعلام الآلي. وهذا وش لاحظته، يعني في الدفعة كنا 250 إنسان، يعني أكثرهم إذا ما نقولش 90% راهم دوكا يشتغلوا في مناصب مرموقة، راهم في الخارج، راهم في شركات كبرى. وهادو ناس من بعد سنوات قادرين يعاودوا يرجعوا للمدرسة ولا للمجتمع ولا للبلد ككل. يعني الناس اللي راهي ما على بالهاش وش حابة تدير في بعد البكالوريا، تقدر دايما تقترب لينا ولا تراسلنا. وبالمناسبة عندنا بودكاست يسميه بلاد حرمة بودكاست، هضرنا على البكالوريا، هضرنا على المسار المهني، المسار الدراسي. يعني الناس اللي حابة تتعمق وتكون عندها معلومات أكثر، ما عليها غير تتفرج الحلقات اللي درناهم. وكانوا عندنا ضيوف يعني مرموقين، وإن شاء الله راح يفيدوكم. السلام عليكم.